مساء الخير البنات، جبت لكم اليوم في هذا الفيديو اللي قاع البنات رامي يحوسوا عليه وقاع البنات رامي يسقسوني على هاد لاغوسات. اليوم جبت لكم لاغوسات اللي الوصفه اللي طلبتوها مني تاع تسمين الارداف، تسمين السيقان، تسمين الخدود، قاع الاماكن، الصدر اللي بغيتوها. المهم جبت لكم هاد الوصفه اللي هاد المكونات نتاعها سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت كما العاده والعوايد. لازم نجيب لكم حاجه سهله وتكون عندكم في الدار باش تقدروا تستعملوها ما تعكزوش على الاستعمال. بون الوصفه نتاع اليوم واش فيها؟ كاس نتاع اللبن كما راكم تشوفوا هنايا عاقد، شفتي كيفاش عاقد؟ كاس اللبن، الاخر زوج مغارف كبار نتاع السمن نتاع البقره، ملعقتين كبار نتاع الملح، وملعقتين كبار تاع الخميره. طريقه سهله جدا، تحكمي اللبن ديري فيه الخميره والملح تخلطيهم فيه مليح، ومن بعد تزيدي له الدهن تاع البقره تزيديه له وتخدمي كوم كريم. انا دركا ما غاديش نخلطها معاكم باسكو غادي نضيع باطل، ما غاديش نستعملها الحمد لله. صاي هاد المكونات هادو ثلاثة ديريهم مع بعض تحصلي على كريم الخميرة واللبن والملح والدهن تاع البقرة. كي تحصلي على ان كريم تدهنيهم في الليل، تحاولي انك كيما نقولو تجيبي واحد الفوطة تكون فيها تكون سخونة هكا، غسلتها بالماء سخون، تدهني البلايص اللي راكي باغا تمسحيهم، البلايص اللي راكي باغا تدهنيهم بهاد الكريمة هادي تمسحيهم باش المسامة تفتح. كي تفتح المسامات تجيبي هاد الكريمة هادي اللي خدمتيها وتدهنيها على السيقان، على الصدر، على الارداف، على الاماكن اللي راكي باغا تسمني. ما تستعملوهاش اللوجه، هادي ما تستعملش اللوجه، راني جايتكم واش ديروا اللوجه باش تسمنوه. هاد الوصفه كي تستعمليها كيما هكا ديري تلبسي بيجامتك ولا الحاجه بدعيه ولا حاجه عندك هكا قديمه زعما على خاطر غادي توسخ، المهم ديريها وتخلي غدوه الصباح تدوشي. داومي على هذه الوصفه لمده شهر وغادي تشوفي واحد الفارق كبير كبير كبير، واو ورائع بزاف. الوصفه الزوجه اللي باغا نعطيها لكم تاع الدهن هو زيت الحلبه. زيت الحلبه كيما نعرفوا كاع فيه بزاف فوائد البشره، يشد البشره، يسمن، كي تشربيه يسمنك. لكن بزاف بنات ما يبغوش يشربوا الحلبه على خاطر يقول لك ريحتها ما تعجبناش، ريحتها تولي في واحد الريحه خانزه في الجسم وكاع. هذيك الريحه ماشي ريحه خانزه في الجسم، اللي بغى يستعملها هذيك السموم الحلبه كي تشربيها تبدا تصفي السموم من الجسم، على بها تولي تفوح ريحه كي منها كمشي شابه. صح ما عليه جبت لكم زيت الحلبه فيه الريحه ولكن ماشي كيما تشربي الحلبه ديريكت، تلقاوها عند العشاب مقاروره ولا يبيع لك في قرعه صغيره. انا يا اللي كان متوفر عندي كبيتو لكم هنايا، ما عنديش القاروره تاع زيت الحلبه باش نوريها لكم، بصح انا نحطها لكم في نهايه الفيديو. المهم هذا زيت الحلبه ثاني، نهار اللي ما تستعمليش هذه الوصفه تقدري تستعمليه، يسمن الخدود، يسمن السيقان، يسمن الارداف، يسمن الصدر، تدهنيه لصدرك ثاني. المهم شتو هاد المكونات هادو الا استعملتوهم ببساطه لمده شهر غادي تحصلوا على واحد النتيجه اللي هي ترضيكم وتعجبكم اكيد، وبلا ما تضيعوا صحتكم تشربوا السيرو وتشربوا الدوايات وتشربوا بزاف صوالح. هاد الوصفه هي اللي بسيطه وسهله متواجده في اي بيت. وبالنسبه لهاد الوصفه تاع اليوم ماشي هما كاع الوصفات اللي عندي، غادي نعطي هاد الوصفه تاع اليوم والخطره الجايه نزيدكم الوصفه نتاع واش تاكلوا واش تشربوا، يعني نعطيكم واحد الاعشاب تشربوهم واحد الوسموم اكل تاكلوا تاكلوه طريقه اكل تاكلوها باش تحصلوا على جسم مثالي وكما راكم باغيين نتوما. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فيديو، ان شاء الله تكون فدتكم وما تكونش عندكم معلومه كيما كاني ضفتها لكم ان شاء الله. ولا عجبتكم القناه نتاعي ما تنساوش تشتركوا فيها حبوباتي، وخليتكم في عافيه، تصبحوا بخير.